كريستيانو رونالدو طبعا، ميسي، لوكا مودريتش كان لسه كسبان، زيدان، رونالدينيو، روبرتو باجيو، بلاتيني، دول كام واحد كده؟ سبعة. كاكا، تيري هنري، تسعة كده ولا تيري هنري؟ لا أيمن عبد العزيز، عبد الظاهر السقا، بشير التبعي، إبراهيم سعيد، أمير عزمي مجاهد، كابتن محمد يوسف، كابتن أحمد بلال، كده سبعة؟ أنت عايز كام؟ سبعة ولا تمانية؟ مين تاني في تركيا؟ لا في كتير دلوقتي، تريزيجيه دلوقتي، وفي كريم حافظ كان موجود في تركيا. متعب وأبو تريكا، فلافيو، لسه آخر أحمد عبد القادر كأس العالم اللي فات، محمد شريف، محمد شريف ما سجلش، مين كان يسجل؟ عمرو السولية مثلا، عمرو السولية كده كان كده خمسة. في العصور القديمة ما مفيش حد في العصور الجديدة أعتقد، كان كابتن أحمد الكاس كان ساعتها بيلعب في النادي الأولمبي، كانت زمان برضو كابتن حسن الشاذلي أعتقد هو هداف التاريخ الكرة المصرية.